الفنون التشكيلية في المغرب الآن أصبحت مشكلة عويصة. لماذا؟ لأنه خرجوا شبان من مدارس، وكذلك منهم شيوخ يشتغلون في بلدان بعيدة، في الناظور ولا في ورزازات ولا في حدكورت ولا في، هما فنانين ودرسوا ولكن ما تتحلهمش الفرصة باش يعرفوا على الفنون ديالهم. احنا الجمعية الوطنية للفنون التشكيلية عملنا الوسائل كلها باش نخلقوا الصالون الوطني للفن المعاصر، يعني في دورته الرابعة عملنا 140 فنان و 130 فنان، وحدينا في الدورة الأخيرة 100 فنان. الدور ديال هذا الصالون هو التعريف بفنانين يعني موهوبين وما تتيح لهمش الفرصة باش يبينوا الأعمال ديالهم، والحمد لله نجحنا في من البداية. هي 30 سنة عرفنا واحد الناس كانوا في تطوان مثلا وفي طنجة وفي فاس ومكناس، وفنانين مغمورين منهم السفاج، منهم مغارة، منهم فقير قراقي، منهم كريش، منهم حسن العلوي، منهم وزيد 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 اللي ما كانوش معروفين. جبناهم للدار البيضاء لأنه كان الفن التشكيلي في الدار البيضاء وفي الرباط، هادو هما اللي فيهم القاعات وفيهم رواج الفن. هاد الناس هادو كانوا يعني بحال منعزلين أو مهمشين، نقولوا مهمشين شيء ما. والجمعية الوطنية عملت معارض في 86 87 88 ولينا عملناهم وكلهم الحمد لله تعرفوا، ولاو الناس يمشيو للشمال تيقلبوا على هاد الفنانة، وهذا شيء مهم. هذا هو الدور الجمعية. دابا أصبح واحد التيار شي غريب شكون اللي خلقوا هو من ولات المزاد العلني. المزاد العلني قاعات المزاد العلني تتعرفوا فيه الأخذ والرد. لماذا؟ لأنه تتعرف كاين مصلحة اقتصادية ومالية. هاد الناس ما تعرفوا لا فن ولا هذا، تعرفوا البيع والشراء ويربحوا. ولاو المشكل اللي عند هاد الناس هادو هما دخلوا ولاو يعني أصحاب المعرفة، هما صدقوا النقاد وصدقوا يعني تيفهموا وصفوا دو زيكسبير، وهذا هما اللي يفقهونا ولا يغنونا من جهة، لا من المعارض لا من القاعات ولا من يعني. أنا تنقول لهم بأنه تتبيع الثوب أو تتبيع الصندرة أو تتبيع السردين راه بحال تتبيع الطابلو، ماشي أنت فنان، أنت تاجر الفنان. وهذا أنا يعني مثلا وزارة الثقافة اللي تدعم قاعة الفن، أنا تنقول ليه قاعة الفنون ما تعرضوا غير الفنانين معروفين، هما تجاريين ويجيبوا الشباب ويعرضوا لهم، يجيبوا الشباب ويعرضوا لهم، ما يديروهاش. علاش؟ لأن ما كاينش الربح. دونك علاش حنا غادي ندعموا واحد ندعموا الفنان، ما ندعموش قاعة العرض، ما ندعموش قاعة العرض لأنه هي تجارية محضة. الإنسان من تيحل باش يبيع طومبيلات ولا يبيع سكسو ولا يبيع حوايج ولا يبيع هذا يخسر ولا يربح، تا هو حل باش يبيع لواحد الفنانين. ما نعطيش انا الدعم، نعطي الفنان يمكن لانه عنده معارف وعنده اتصالات وهذا، ونعطي الفنان ونقول ليه سير كريم عنده من القاعه باش يعرفوا ذاك الفنان الموهوب اللي مسكين ما تيقبلوش لانه عندهم شي اسماء مستعمل يعني سيغفات، اسماء ماشي هما الفنانين الكبار المرموقين. لان خص تاريخ الفنون التشكيليه في المغرب يتعاود لانه كانوا شي وحدين خدامين في الوزارات واستغلوا الفرص مع العائله ديالهم ومشاو للبلدان وعرضوا حتى ولاو تيقولوا فنانين كبار. هما ماشي فنانين كبار، هما غير صناع ديال الفنون التشكيليه التقليديين. يعني تتقول تتقلد واحد عمل واحد الصينيه وتجي تتقلدها، انت خديتي من الاوروباويين او الامريكيين او الطاليانيين وهذا الشيء راه معروف، وتجي تقول انا فنان. لانه علاش؟ لان المغاربه ما تعرفوش الفن وما فاهمينش الفن. وهذا مازال العلاني فتعلوا شي اثمنه وشي اسماء اللي ما عندهاش هذاك الوزن اللي خصها تكون فيه. ولهذا انا اقول والح بانه خص المقتنين ولي كوليكسيونور يشوفوا فنانين، يمشيو للمعارض
ما يبقاوش يمشيو للسنوبينار ولا هذا ولا هذا. الا تيحب الفن يمشي يشوف معارض، راه كاين بعض الخطرات معارض وفنانين في مستوى عالي احسن منا كاع. ولهذا انا خص يكونوا مثلا قاعات لمزاد العلني، هذا ضروري، شيء ضروري، لانه خص يكون واحد الرواج، ولكن ما يكونش مفتعل، ما يكونش فيه غدر ديال الزبون، وما فيش، لان بعض الخطرات ما تيكون هاد التليفون ما تليفون تيطلع تيعود شي يقول له غادي داك الشيء، وملي تبغي تخرج انت تبيع ما تلقاش داك الثمن، هذا غدر. او تيكونوا لا كونكورونس تيشري هو اللوحه، ممنوع في اوروبا باش تشري اللوحه، تشري اللوحه وتبيعها، الاغلبيه هنا تيشريوها ويبيعوها، هو ممنوع، تتولي اون كونكورونس دي رويال، يعني واحد منافسه غير غير شريفه وغير قانونيه، ممنوع، لانه تتعمل الناس ديالك الا كانوا شي واحد بغى يشري تيبدا يطلع، وهذا يعني هادشي جريمة العمل. او شي واحد تيحط اللوحه ديالو عنده الفلوس وتيمشي يشري اللوحه ديالو، شفنا هادشي بداك اللوحه ديال 600 مليون اللي مولاها اللي حطها وشريها ب 100 مليون ودايرها ب 600 مليون وعطى 500 مليون هو ولا صحابه، وفي الاخر لقاو كلشي داكشي بيدون غير باش يقولوا اللوحه ديالو الصوت هذا، هو ما كاينش داكشي. هادشي هذا من ناحيه البيع. ودابا واحد الظاهره اخرى هو ولاو فنانين تيعطيو واحد الدروس، وكاينين شي فنانين ماشي فنانين كاع وتيعطي دروس للنساء، وذاك النساء تيجيو شي ناس تيكتبوا، تيكتبوا ماشي تيكتبوا، لانه عنده اسلوب ادبي، تيكتبوا تياخذوا عندهم فلوس وتيحطوا لهم يعني المقال في واحد الجريده معينه معروفه تخرج تتصدر نهار الجمعه في الرباط، وتيبداو يكتبوا على من والا هما ماشي فنانين، ماشي فنانين لا على خاطرهم فل، يمكن انسان ما دارش ويكون موهوب، ولكن هادو لا مهمه ولا هذا، غير ما عندهم ما يديروا تيجيو يسبوا واحد 3 شهور ولا 4 شهور ولا 5 شهور، تيجي واحد تيقول لهم اروا الفلوس غادي نعرض لكم، تيعرض لهم حتى هو ما عنده ولا ما عندهمش غرض بالفن. هذا واحد الظاهره ولات هذا النوع. وثانيا واحد العيالات تيمشيو يرسموها واحد 3 شهور ولا 5 شهور العام، وتيقول لك انا فنانه تشكيليه، بايت فنانه تشكيليه. الا جينا نشوفوا راه في اوروبا وفي امريكا وهذا، راه كلهم تيلعبوا الموسيقى في ديورهم وتيكونوا فنانين، ولكن ما ماشي محترفين كهوايه، يمكن يعمل كهوايه، وما يمكن ليش يجي ويعرض. وثانيا الظاهره الصحافه تبدا تكتب لان ما فاهمينش، والتلفزه تجي واحد اللي عنده 50 سنه في الاشتغال في الفنون وتيعملوا ليه دقيقه، وواحد ماشي كاع فنان لان ما فاهمينش باسلوب نص العباره تيدوزوا ليه 3 دقائق. ايوا هادشي انا تنقول لممبر الاعلام، خذوا اللي عندهم لاكارت بعدا بطاقة الفنان، بعدا راه تقي شوية من هذاك، ويجوا عندنا حنا الجمعيات، لأن تنقيو المشاهد أو المتطفلين على الفن ما تدخلوهمش حنا عندنا، راه تيجيو راه تيجيو تيصيفطوا لنا يوميا باش يدخلوا، تنقول لهم سيروا تعلموا سيروا هذا وهذا، تنشجعوهم سيروا ترسموا ما غاديش نمنعوهم، ولكن باش يعرضوا يقول الفنان والجرائد يكتبوا عليه والصحافة لأنه ما فاهمينش حتى هما، هذا ظاهرة خطيرة.